بيقول لك كان في اتنين اخوات عندهم حمار بيعتمدوا عليه في كل حاجه، بينقل لهم الاكل والشرب وبيوصلهم في كل مكان لدرجه ان هم حبوه جدا وبقوا بيناموا معاه في نفس المكان. يا سلام يا اخويا، بيناموا جنب الحمار؟ لا انت ما تضايقنيش، انا همشي، هي قصه كده وسيبني بقى اكملها. طيب يا سيدي كمل كمل. مش بس كده كمان، لا ده بياكلوا وبيشربوا معاه، ومن كتر حبهم كمان فيه سموه ابو الصبر. وفي يوم من الايام كانوا مسافرين بيه في الصحراء، وقع ابو الصبر منهم ومات. زعلوا جدا عليه ودفنوا ابو الصبر بصوره محترمه جدا، وعملوا له قبر كبير من كتر حبهم فيه. اللهم طولك يا روح، ده ناقص يعملوا له مقام كمان. ايوه ما انا جاي لك يا نجم، بس طول بالك. المهم فضلوا قاعدين يعيطوا على قبر ابو الصبر، وكل اللي رايح واللي جاي يسالهم هو مين ده. ردوا عليهم وقالوا ان ده قبر ابو الصبر اللي كان الخير والبركه، وكان بيقضي الحوائج وبيرفع الاثقال وبيوصل البعيد. ما تنجز بقى يا عم وما تخنقناش، ده ما كانش حمار. حاضر حاضر. المهم الناس افتكروا ان ده قبر شيخ جليل او عبد صالح، فبقى فيه اللي بيعيط معاهم علشان يواسيهم عليه من كتر عياطهم عليه، وفي اللي كان بيصعب عليهم فبيديهم تبرعات وفلوس. ومرت الايام وحطوا خيمه جنب القبر، ولما التبرعات فضلت تزيد يوم بعد يوم شالوا الخيمه خالص وحطوا مقام كبير بغرفه. بقت الناس بتيجي من كل مكان علشان تقرأ الفاتحة وتحط التبرعات للشيخ الجليل والعبد الصالح أبو الصبر. ومع مرور الأيام مقام أبو الصبر ده بقى مسمع للناس كلها إن هو بيحل المشاكل وعنده كرامات كتيرة، وبيفك السحر وبيجوز العانس وبيشفي المريض وبيغني الفقير والجلب الحبيب ورد المطلقة ورد الغلط وقت الغلط برضه ما يبقاش غلط عادي. والتبرعات زادت وبيقسموها كل يوم بالنص. وفي يوم من الايام اختلفوا هما الاثنين، قام واحد من الاخوات قام وشاور على القبر وقال والله لادعي الشيخ الصالح ابو الصبر انه يجيب لي حقي وينتقم منه. ضحك اخوك كبير وبيقول له شيخ صالح مين يا عم، انت نسيت الحمار ولا ايه؟ ده احنا دفنينه سوا، ده احنا دفنينه سوا. طولت معلش عليكم شويتين في الانترو، بس كده يلا بينا. في البداية كلمة شيخ ليها أكتر من معنى. اللي أدرك الشيخوخة وسنه كبير وبانت عليه علامات المشيب وبيبقى فوق الكهل ودون الهرم وبيبقى معدي 50 سنة بيتقال له يا شيخ. رجل الدين بيتقال له فضيلة الشيخ، فشيخ الإسلام لقب بيطلق على فقهاء الإسلام، وبيطلق كمان على أحد رجال الإدارة في القرى وبيبقى أقل من العمدة وبيتقال له شيخ البلد. ورئيس القبيلة كمان اللي بيبقى قائم على شؤون القبيلة بيتقال له شيخ القبيلة. وكمان السلطة التشريعية اللي في بعض البلاد اللي بتكمل عمل مجلس النواب وبتضم أعيان البلد من شخصيات منتخبة وليها أهمية قومية وسياسية بيتقال عليهم مجلس الشيوخ. وكمان لقب رئاسي بيتقال في بعض بلدان الخليج وبيكونوا من الأسرة الحاكمة بيتقال سمو الشيخ. من زمان بقى وإحنا عارفين إن كلمة الشيخ بتتقال لرجل العلم أو للتصوف. أيوة بتوع الله حي الله. فكلمة الشيخ بتقال لرجل عنده مكانة في علم أو فضل أو رئاسة، فبيتقال فلان شيخ المحققين أو دربة الشيوخ يعني على طريقتهم أو خبرتهم، وبيتقال شيخ المرأة يعني زوجها، وشيخ النار يعني إبليس عليه لعنة الله. وأنا أكيد ما أقصدش إن أنا أقول المرأة وراها إبليس، يعني ما أقصدش حاجة زي كده خالص. وبيتقال في المعجم شيخ اسم، والجمع شيوخ أشياخ مشايخ مشيخة. المفهوم العام بقى للشيخ الصح هو الإنسان الكامل العارف بعلوم الشريعة، حافظ لكتاب الله عز وجل، فاهم الدين بالطريقة الصحيحة من الكتاب والسنة. وكلمة شيخ مقسمة لثلاث حروف، شين شجاع بما تحمله الكلمة من معنى في القول والفعل وعنده ملكة السيطرة والقيادة. حرف الياء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والنهي عن المنكر يكون بدون مجاملة أو محاباة أو تحيز لشخص أو لجهة معينة. الخاء خادم للدين ولا لازم يخدم الناس ويحافظ على وحدتهم ويوجههم للطريق الصحيح والخدمة الصالح العام. فبالتالي حاجة مهمة لازم نفهمها، مش أي حد بدقن بيتقال له يا شيخ، فاللي مربي لحيته مش شيخ، واللي بيصلي الخمس فروض في المسجد برضه مش شيخ، اللي بيحضر كمان دروس علم علشان يتعلم دينه مش شيخ، واللي بيؤمر بالمعروف وبينهي عن المنكر برضه مش شيخ، اللي بيغض بصره عن النساء مش شيخ، واللي ما بيسمعش أغاني وبيسمع قرآن مش شيخ. ده بقى
المسلم العادي. أيوة المسلم العادي، وده الإسلام الوسطي اللي ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بيه، وكمان ده المفروض اللي أي مسلم يعمله. يعني الأعمال دي كلها والتصرفات دي ملهاش أي صلة برجل الدين. فما ينفعش بقى حضرتك تطلع تقول لي اللي قاعد بيقرأ في صيدلية قرآن ممكن يقرأ في أي حاجة تانية. هحاول أتكلم بهدوء شوية وواحدة واحدة. هو الصراحة أنا مش فاهم مشكلتك معاه كانت في إيه بالظبط. يعني مثلا حضرتك دخلت عليه لقيته موقف طابور رجالة وطابور سيدات علشان قدامه ربع، أو يعني معلش هو كان الصراحة ربعين، قدامه ربعين هيخلصهم وبعد ما يخلصهم يشوف الناس دي عايزة إيه، صح كده؟ بص هو أكيد مش صح، وأكيد مش هو ده اللي حصل. بص هو واضح ان حضرتك عندك مشكلة مع القرآن بالذات، لان تعبير حضرتك خانك. كان المفروض تقول اللي قاعد في الصيدلية بيلعب في الموبايل او بيتفرج على التلفزيون او بيعمل اي حاجة تانية، اي حاجة بعيد عن القرآن. اشمعنى القرآن؟ ده مش بس كده، ده في حاجة كمان عايز اقولها لك وبرضو بهدوء. تعلم العلوم الشرعية، قراءة القرآن الكريم، معرفة التفسير، تعلم الاحاديث النبوية مش مقتصر بس على الازهر. يعني مش الطالب الازهري بس هو اللي مطلوب منه انه يعرف دينه، بس هو الظاهر علشان حضرتك مفرط في الكلام ده وما بتعملهوش فاي حد بيعمله يبقى متشدد. لا يا حبيبي، حضرتك انت كده اللي مفرط في دينك، وطالما حضرتك انت اللي ما بتعملش كده يبقى لازم حضرتك انت اللي تغير من نفسك. لكن ما تتكلمش وتجيب اللوم او العيب على الشخص اللي عايز يحافظ على دينه، وايا كان تخرجه ايه، علمي، نظري، صيدلي، ازهري. وكمان اللي بيعمل الحاجات دي وبيحاول ان هو يحافظ على دينه مش من الملائكة المقربين، لا طبعا، ده بشر زيه زي غيره يخطئ ويصيب. لكن ربنا سبحانه وتعالى وفقه الحاجة ان هو يؤجر عليها وياخد عليها حسنات انت ما بتعملهاش. ومش بس كده، لا ده انت بكل بجاحة وقاحة مش سايبه في حاله وبتتريق عليه وكمان بتهاجمه. وسبحان الله، هو بس قال الكلمتين دول ولقى صور في كل مكان ناس بتقرأ القرآن الكريم، دكاترة وطلبة وصيادلة وعساكر وظباط وبياعين ورجال ونساء وشيوخ وأطفال. حتى كمان في البحر الغواص المصري صدام الكيلاني، صاحب اكبر مدة اقامة في اعماق البحر 6 ايام، كان بيؤدي صلاته كاملة. ومش بس في البحر، في الفضاء رائد الفضاء مظفر شاكور كان بيصلي في الفضاء، ودي كانت اقل حاجة الناس بترد بيها على الفيلسوف الاستاذ اللي ما كانش عاجبه يخش صيدلية يلاقي واحد بيقرأ قرآن، اللي لو كان دخل لقى الصيدلي ده بيقرأ رواية من رواياته كان زمانه طاير بيه من الفرحة. اما بقى الخنزير ده، فاقل حاجة يترد بيها عليه انه ما يتذكرش اسمه اصلا، لانه زي ما قالت الكنيسة انه مطرود منها من زمان وملوش اي قيمة عندهم، فبلاش يترد عليه لانه يعتبر خنزير نجس بص للشمس فعينه ضيقته فتحرق دمه، اما سكتش وفضل يسب في الشمس ولما الناس سمعته لعنته، فبقى خنزير نجس وملعون كمان. وسبحان الله، هو الاسلام كده زي ما قال الادريسي، ان الاسلام اذا حاربوه اشتد واذا تركوه امتد، والله المرصاد لمن يصد وهو غني عمن يرتد، وبأسه على المجرمين لا يرد وإن كان العدو قد أعد، فإن الله لا يعجزه أحد. فجدد الإيمان جدد، ووحد الله وحد، وسدد الصفوف سدد، وسدد الصفوف سدد. وبس كده، أنا خلاص خلصت. السلام عليكم.